تبعه وتخففي من وطئته بس هو قاتل عضال. انا عم جرب اشرح لك صحيح لبنان من آفة كبرى في السياسة والشأن العام استرسل. صحيح لبنان او هيك بدور زوايا. صحيح لبنان في بعض القرارات الإجرائية او حتى التشريعية ياخذ بعين الاعتبار اذا بدك مصالح متناقضة. صحيح في شبكة كانت حاكمة في لبنان ويمكن البعض منها ما زال مستمر. ولكن صحيح ايضا انه في وعي لكل هالامور وفي قرار بالتصدي لهالامور وفي نهج جديد ارساه هذا الرجل القوي المسابي اللي اسمه فخامة رئيس عماد ميشيل عون. والناس ما فهموا ليش لا؟ ليش نحن حكينا دائما عن الرئيس القوي؟ وقت تحكي عن الرئيس القوي we are talking a man who is leading people. فوقت حكينا عن الرئيس القوي كنا عم نحكي عن الرئيس اللي بيقدر ينهض مشروع الدولة ويشيل الدولة من شبكة المصالح القوية المتناقضة المتداخلة. لأنه أي خلاف كان حله بسيط بالمصالح. يعني أي خلاف بالسياسة كان يوجد حل بطلاق المصالح. هذا الرجل إجا ينهض الدولة من هالحالة اللي موجودة فيها اللي هي تناقض المصالح وتصالحها عند توافقها إلى الدولة اللي كل واحد منا يعني يصبو إليها وينظر إليها وينتظرها. هاي انتظارات الناس، دولة عادلة، دولة منصفة، دولة منتجة، دولة هادئة، دولة فيها استقرار سياسي أمني مالي اقتصادي اجتماعي. لكن واحد منا يقدر يهدى يعيش يكون عنده أمل ما يهاجر يرجع إذا عنده إشكال. مثل كتير من اللبنانيين اليوم عندهم إشكال في مواطن، ما عم بحكي عن أستراليا بس في كتير لبنانيين. طبعا مش عم بحكي عن الشوب ليزي. أنا بعرف يمكن يكون عندك شوب على مين هناك عم يبرقوا. بعرف يكون عندك شوب للبنان، كل واحد يكون عنده شوب ويرجع للبنان. هذا الشق العاطفي موجود عند كل اللبنانيين. نحن عم نلاقيه باستعادة الجنسية، عم نلاقيه بالانتخاب، عم نلاقيه يخلي اللبناني أكثر وأكثر يكون عنده مشاركة ومشاطرة بالحياة العامة بالقرار السيادي ببلده. ما يكون فقط ينظر إلى بلده كحلم لا يدانى يمكن ما يقدر يوصل له، أو كذكريات عاش عن أهله أو عن أجداده. وما في حدا يضل يعيش بالذكرى بالماضي، ولا في حدا ينظر على المستقبل كأنه يعني ما في عنده كذي مطال. يعني في حاضر حدا بده يعيش. أنا لازم أسعى أن أقوله إنه موجود الأمل، موجود النهج، موجود القرار، موجود الرجل المناسب اليوم بهالموقع. هيدا اللي سمينا نحن الرئيس القوي، يعني الرئيس الذي يستطيع أن يعبر عن انتظارات الناس بقرارات شجاعة. هذا صار اليوم، هذا صار. أعطيك أمثلة. أولا انتخاب صموده سنتين ونص بالفراغ الرئاسي، وبالتالي وصوله إلى سدة الرئاسي بنهج وبرنامج شرحه بخطاب القسم. اثنين، بدء تطبيق خطاب القسم بحكومة استعادة الثقة. ثلاثة، أنه الانتخاب. لأول مرة نقلنا هذا الرجل من النظام الأكثر اللي هو النظام الغائي الإقصائي إلى شيء اسمه نحن بحاجة له، النظام النسبي. ليش بحاجة له؟ لأنه بدنا نروح على دولة المواطن، بدي أظهر شوي من الطائفية ومن الطوائف ومن المذهبية ومن الانقسامات والتشرذمات. لأنه إذا بتقولي لي شو أكبر حماية للفساد اللي بالطائفية، الطائفية بتحمي الفاسد لأنه بيتمسك بزعيم طائفته أو بطائفته، بيحتمي فيها، تحميه. لأنه إذا بلدنا كونفدرالية طوائف، طائفة بتحمي. فأمين أنه الانتخاب عم ينقلنا إذن من الأكثر إلى النسبة، تنفوت على جيل جديد